فيه الجالية المصرية في قطاع غزة، ومنذ فترة قامت بأكثر من فعالية. هذه الفعاليات كانت بمثابة، مش عايز أقول رد جميل، وإنما نوع من الشعور والتفاعل مع المواقف المصرية التي لا ينكرها أي مواطن في فلسطين المحتلة أو في قطاع غزة المحرر. مصر كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية. مصر بتنظر القضية الفلسطينية على أنها جزء من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري في كل الأحوال. الجالية المصرية في قطاع غزة قامت بتنظيم بيت للعزاء لشهداء الجيش والشرطة في سيناء، زي ما احنا شايفين في الصور، يعني نوع من المشاركة الوجدانية العميقة اللي بتقول ان فيه احساس وفيه توائم وفيه روح جديدة بتسود في قطاع غزة، وخاصة بعد التحركات المصرية الأخيرة لإحداث مصالحة بين الفصائل الفلسطينية، واستجابت الفصائل الفلسطينية للتوجهات المصرية والتحركات المصرية من أجل أن يكون هناك صف فلسطيني واحد. وأنا أعتقد كما يعني جاءت بعض الأخبار أنه مسيرة المصالحة لن تتوقف عند حد معين، ستكون هناك ضغوط مصرية حقيقية وتوجهات مصرية حقيقية على الجميع أن يكون هناك مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف الفلسطينية، ولا يقتصر هذا فقط على فتح وحماس، وإنما على حماس وباقي الفصائل ذات التوجه الإسلامي، وفتح وداخل فتح أيضا لإحداث لحمة في منظمة التحرير الفلسطينية. مصر بترتب البيت الفلسطيني من الداخل حتى تستطيع فلسطين أن يكون لها كلمة موحدة في مواجهة المحتل الإسرائيلي، وتستطيع مصر ساعتها أن ترد على الإسرائيليين عندما يتساءلون مع من نجلس، مع حماس، مع فتح وهذا الانقسام. تستطيع مصر أن ترد، أو تستطيع فلسطين أن ترد عن نفسها بأن فلسطين جاهزة لأي مسار بتفرضه الظروف الحالية.